عدو. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لابس الدنوسي عشان سفرتنا قربت، وكمان بالنسبة النجاح لأهلي جابوا لي ألعاب، وكمان عشان وصلنا الألف هذه مجسمات، وكمان راح نركبها ونلعبها أنا وبابا ضد بعض. دحين هذا حنفك أول وحدة، ولا نقول نخلي آخر شيء عشان الحين نبدأ بالسؤال. ودحين راح نفكها ونركبها وأنا حلعب أشوف ممتازة ولا لا. هذه وهاي حلعبها كلية. فكيتها. واو يا عمي ايش هذا؟ ما تطلع. ايوه طلعت. هذه حق سيارات كذا، معركة سيارات. ماي جاد ذس از كول. تتذكر دي؟ ساعدني انت. طيب على الاقل نلعب انا وبابا. بابا اللي يقلب الثاني هو الفايز. اوكي لا تكذبتك هنا، لا توطي صوتك. اي هنا، يلا تعال. اللي يقلب الثاني هو اللي يفوز. 3-2-1 ولا احد. 0-0-2-1 ها ولا واحد. 3-2-1 3-2-1 ولا أحد. إيش ذا؟ 3-2-1 كلمتك. 1-0 قال راح أفوز عليك. 1-0 دحين نبدأ اللعبة الثانية يا متابعيني. يلا نبدأ اللعبة ثانية. دحين يجي اللعبة الثانية. تو فكينا اللصقات ونحط الخيط كمان. كمان ضرب في اللعب الثاني. يعني اصل فيها اللصق ينحط. نحط اللصقات. لا كده. قاعد اركب البلينجا في خط واحد. بلينجيلا لعب باي. باقي لي واحدة نحط الجهاز. طاح بنفسه. يا خد نلعب هذه اللي زي البياضه بنات. وما بعد تبي وتبي يا عمي.
هنا 100، هنا 75، هنا 50، وهذه فتحتين 25. هذه دحين راح نلعب انا وكنان، راح نلعب في وحده ناقصه. لو احد دخل كده هو معناته نقطه. زين شوف ليجا الافضل واحده شاه الله يقول فريق الاخطر وانا راح اقول فريق يعني لو يا دكتور هنا 50 على حسب المقام. اوه 75. لا 75. لا صدمة كبيرة. اشتركوا في القناة عشان انزل لكم كل اسبوع فيديو. يلا انا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك وجرس التنبيهات عشان اذا نزلنا فيديو سلموا لي.
Run. Surprise, motherfucker.